أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج حديث الجزائر، البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية. إذن أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر كانت وما زالت قلعة للسلم والأمانة، ولم تكن منذ استقلالها مصدر تهديد أو اعتداء. وذكر الرئيس تبون خلال كلمة ألقاها عقب إشرافه على التمرين التكتيكي فجر 2023 الذي شهدته ولاية الجلفة جنوب العاصمة الجزائرية، ذكر أن اكتساب موجبات القوة يعد من أولويات الجزائر لحماية سيادتها أمام محاولات تهديد الاستقرار في المنطقة. بيان عن الرئاسة الجزائرية نقل عن الرئيس تبون نقل ارتياحه للمستوى الذي وصل إليه الجيش الجزائري، ليؤكد أن الجزائر من البلدان القلائل التي تنفذ مثل هذا النوع من التمارين بالذخيرة الحية. الرئيس تبون ذكر أن السياقات الإقليمية تزيد من عزم الجزائر على عصرنة منظومتها الدفاعية ومعداتها والتحكم فيها، مشيرا إلى أن اكتساب موجبات القوة يعد من أولويات الجزائر لحماية سيادتها أمام محاولات تهديد الاستقرار في المنطقة. الرئيس الجزائري جدد تأكيده العمل على الاستغلال الأمثل للأمكانات المادية والبشرية لحماية حدود الجزائر ومواقعها الاستراتيجية ومحاربة الهجرة غير الشرعية والمخدرات ومؤخرا العملة المزورة. ويشاركنا النقاش في حديث الجزائر الليلة كل من الدكتور أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. مرحبا بكم دكتور، أهلا. أهلا وسهلا بك، تحية طيبة إليكم المشاهدين الكرام. ومعنا عبر السكايب الدكتور عبد القادر صوفي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بكم دكتور، مرحبا. أهلا وسهلا، تحياتي لك ولأخي وصديقي أحمد ميزاب ولكل متابعي قناة الجنكار. مرحبا بك. إذن أبدأ مباشرة معك دكتور أحمد ميزاب. الرئيس تبون شدد على أن الجزائر كانت ولا تزال قلعة للسلم والأمانة، ولم تكن منذ استقلالها مصدر تهديد أو اعتداء على أحد. ما هي الرسائل التي يمكن أن نتوقف عندها من خلال هذا التصريح للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون؟ خليني أقول أولا، نعتقد بأن هذا التصريح هو تصريح مباشر ويحمل كذلك رسائل واضحة يمكن أن نقرأها من خلال ثلاث زوايا. الزاوية الأولى هو تأكيد أولا على العقيدة العسكرية للجزائر، وهي العقيدة الدفاعية وأنها ليست عقيدة هجومية، وبالتالي لا تشكل تهديد لأي طرف كان، لا من قارب ولا كذلك من بعيد. ولكن في نفس الوقت كذلك من يحاول أن يهدد أمن وسلامة واستقرار الجزائر فسوف يجد أمامه جيشا متمرسا، جيشا قادر على ردع وقادر كذلك على مجابهة أي خطر كان. هذا من ناحية. الزاوية الثانية كذلك هو أن الجزائر بمقارباتها الفاعلة والتي يشيد بها الكل على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الهيئات الدولية التي تدعو دائما إلى السلم وإلى صناعة الاستقرار وإلى تسوية الأزمات بالطرق السلمية وإلى يعني رفض مبدأ ومنطق التدخلات العسكرية، هي تمتلك من القدرة وتمتلك كذلك من المقومات ما يجعلها قادرة على طرح وعلى أن تكون لاعبا فاعلا في صناعة السلم والاستقرار، لأن الضعفاء لا يمكن لهم أن يصنعوا السلم والاستقرار، لا يمكن لهم كذلك أن يبادروا في صناعة السلم والاستقرار، لأنهم سيكونون دائما مسرحا لمختلف الأحداث والتداعيات. المستوى الثالث أو الزاوية الثالثة أن الجزائر اليوم هي رقما أساسيا سواء كان في المعادلة الإقليمية أو حتى كذلك في المعادلة الدولية، باعتبار أنها دولة
ليست عدائية، بل دولة تربطها علاقات جيدة مع كافة الأطراف على المستوى الدولي وعلى كافة كذلك المستويات، بل الجزائر شريك استراتيجي يمكن التعويل عليه ويمكن كذلك الوثوق فيه في كل مكان وفي كل كذلك زمان. وأعتقد بأن هذه الثلاث رسائل التي تضمنها تصريح سيد رئيس الجمهورية في هذه النقطة بالذات كانت واضحة بدلالاتها، وأعتقد بأنها رسالة وصلت للمتلقين المعنيين بهذه الرسالة. نعم. طيب دكتور عبد القادر صوفي، دكتور أحمد ميزاب ربط تصريحات رئيس الجمهورية بثلاث زوايا أو ثلاث محاور رئيسية، أبرزها أن الجزائر شريك استراتيجي، شريك موثوق، وتكلم على أن العقيدة، عقيدة الجزائر أو الجيش الجزائري، عقيدة دفاعية. ما هي الرسائل التي استخلصتموها أنتم من تصريحات الرئيس تبون؟ ربما إضافة إلى الرسائل التي تحدث عنها الدكتور ميزاب، دعني أقول أن هناك أيضا رسائل تضمنت هذا الخطاب في عند تحليل هذه الكلمة. أولا أن الجزائر دولة مسالمة وتنخرط تماما في مقاصد هيئة الأمم المتحدة، ألا وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإنها تسعى على ذلك، وفعلها منذ استقلالها بقيت مرابطة على مواقفها. من ناحية الأخرى أن الجزائر من ناحية الواقعية، ونحن نعلم من أجل البقاء والاستمرار والديمومة، تعمل الدول على بناء قوة، بناء القوة الرادعة واللازمة والكافية منع التهديدات، لدحر التهديدات أو لمنع أي عملية من العداء. والجزائر تعيش في محيط مجتهد، محيط فيه نوعين من التهديدات، فيه التهديدات التي لا تماثلية، وفيه التهديدات التي تم الأتيان بها إلى حدودنا الغربية. فمن هذا المنطلق تحدث عن أهمية الجاهزية بالنسبة للجيش الوطني كامل كل الأسلحة في الزمان وفي المكان. هذا يعني أن الجزائر ليست بالسباقة للعداء، بل بالعكس تعمل على إحلال السلم والأمن أينما كان. بالمقابل فهي تحذر أي طرف كان، تسول له نفسه أنه يعتدي على الجزائر. نعم. طيب دكتور أحمد ميزاب، ذكرتم في البداية بثقل الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومن خلال تصريح الرئيس تبون نلحظ أن هناك ربط بين الجزائر كقلعة أمن واستقرار في المنطقة، وأيضا دولة لا تملك عقيدة توسعية، وإنما قلتم تملك عقيدة دفاعية ولم تقم بأي اعتداء على أي دولة كانت. ما أهمية هذين المعطيين بالنسبة لدولة بحجم وثقل الجزائر في المنطقة اليوم؟ أعتقد بأنه لو نتكلم على الثقل والحجم، فنحن نتكلم على أولا دولة وازنة، على دولة كذلك تعتبر عنصر سلم وكذلك استقرار. وربما سأربط هذه المسألة إذا ما أردنا أن نأخذ نظرة على الواقع الإقليمي الذي يمتاز أولا بانعدام الأمن والاستقرار، بانهيار المعادلة الأمنية، بتنامي مختلف أشكال المخاطر الأمنية سواء كانت تماثلية أو لا تماثلية مثل ما ذكر أخي وصديقي عبد القادر صوفي، ونتحدث كذلك على بروز مفهوم الدولة الفاشلة أو الدولة الضعيفة، ورأينا كذلك استباحة المنطقة وحتى كذلك عسكرة المنطقة. لو كانت الجزائر دولة ضعيفة، لو كانت الجزائر لا تلتزم بمبادئها وقيمها كدولة صانعة للسلم والاستقرار، ربما نحن نتحدث اليوم على انهيار كلي وشامل للمنطقة، بل ربما قد يكون هناك انعكاسات لحالة الانهيار الأمني تداعياته تصل حتى إلى الضفة الأخرى من المتوسط. بالتالي الجزائر هي وازنة في محيطها الإقليمي، فاعلة في محيطها، وتتفاعل من مبدأ صناعة الاستقرار. من ناحية الثانية، وأعتقد ربما يمكن أن نلمس ذلك من خلال أن السيد رئيس الجمهورية القائد لأعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني من خلال التمرين التكتيكي الذي وقف عليه يوم أمس، وقف أمام ثلاث مؤشرات أساسية.
تترجم من خلال أولا أنه وقف أمام التطور الذي بلغه الجيش الوطني الشعبي، سواء كان على المستوى العنصر البشري أو كذلك على مستوى التجهيز والقدرات أو على مستوى كذلك التكتيكي، أنه وقف كذلك على مستوى الجاهزية العملياتية التي تعطينا مؤشر بأنها قادرة على دحر وعلى مواجهة أي تهديد كان يمس بأمن وسلامة واستقرار البلاد، وعلى المستوى الآخر كذلك وهو الانسجام العملياتي في تنفيذ التمارين. بالتالي نحن نتحدث على أن هذه المؤشرات هي تعطي ثقة لمحيطنا الإقليمي بأن هنالك بلد بحجم الجزائر قادر على صون مفهوم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، باعتبار أننا نتحدث على واقع مقلق بشكل كبير جدا. من ناحية كذلك أخرى أو من زاوية أخرى، أننا نتحدث على أن هذه المعطيات أو هذه المؤشرات أو هذه الدلالات هي تعطي أولا قيمة مضافة بالنسبة أن الجزائر شريك وفاعل أساسي لمختلف الفاعلين في الساحة الدولية وكذا الإقليمية. وبدليل اليوم نحن نتكلم على أن الجزائر تصنف يعني من بين 23 و26 في المركز 23 و26 ضمن 145 دولة، نتكلم على أنها الثانية إفريقيا وكذلك الثالثة عربيا. بالتالي نحن نتكلم على أن هذه العناصر هي تشكل المحددات الأساسية لفاعلية ودينامية الجزائر. لذا أعتقد بأنه تأكيد على أن الجزائر ليست دولة عدائية ولا تبحث على أن تكون دولة عدائية، وأعتقد بأنه تمرين يوم أمس كان بحضور يعني ممثل ملحقي دفاع لعديد من الدول الذين جاءوا وشاهدوا ووقفوا أمام هذا المستوى العالي الذي يمتاز به الجيش الوطني الشعبي. في المقابل هنالك دول تأتي بأكثر من 26 دولة من أجل تنفيذ تمارين على أرضها بمعداتهم، ولا يشارك ولا جندي واحد من أبنائها في مثل هذه التمارين. لذلك حتى رئيس الجمهورية قال أن الجزائر من الدول القلائل التي تقوم بتنفيذ مثل هكذا تمارين بالذخيرة الحية. وهو يعي جيدا معنى ذلك على كافة المستويات سواء كان الاستراتيجية أو حتى كذلك السياسية. نعم واضح. طيب دكتور صوفي، من المهم تحديد الوضع الهام المحيط بالجزائر الذي يفرض عدة تحديات أمنية وجيوسياسية، كيف يمكن أن نصف هذا الوضع على حدود الجزائر؟ أولا دعيني أقول أن الجزائر موقعها ليست قوة إقليمية فقط، بل هي دولة محورية ومحوريتها لا تتمثل في بعدها الإفريقي، بل هي مرتبطة بمحورها، المحور الأورو متوسطي والمحور الشرق أوسطي أو بما يسمى بمنطقة مينا بالإضافة إلى إفريقيا. هذا التصنيف المحوري لم تصنعه الجزائر لذاتها، لكن الثينك تانك أو كبريات الإدارة الأمريكية في تحديدها للأقاليم وتحديدها للدول المحورية تضع الجزائر في التصنيف الأول، وهذا التصنيف يجعل منها ومن قوتها ومن كينونتها دولة وازنة في هذه المنطقة. وعلى هذا الأساس هناك بعض الدول تحاول أن تضر بها من خلال محيطها المباشر، ولذلك ربما كما ذكرت أن طبيعة التهديدات على اتساع رقعة الجغرافيا الجزائر، والكثير لا يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وبكل قدراتها لم تستطع تأمين، بل هربت وتركت كل شيء، في حين أن المساحة الجزائر بمساحة قارة هي ربما من أكبر وأعقد المساحات من حيث عملية الدفاع و ربما التصدي لكل أنواع التهديدات. ذكر السيد رئيس الجمهورية بالإضافة إلى التهديدات التي هي معروفة، الجريمة المنظمة بشتى أنواعها والتجار بالأسلحة وكذلك ظواهر التطرف بما في ذلك ظاهرة الإرهاب، يضاف إلى ذلك ظاهرة جديدة والتي تأتينا من الغرب وإن لم يسميها مباشرة، والمتمثلة في الحبوب المهلوسة والمخدرات ومحاولة إغراق السوق الوطنية أو الاقتصاد أيضا العملة المزورة
الأوراق النقدية المزورة. هذه كلها تدخل في إطار الحروب الحديثة أو الحروب الهجينة التي تستهدف الدول من الداخل على أساس إيجاد الانفجار أو التفجير الداخلي. لذلك أظن أن هذا الوقوف اليوم في هذه المناورات لم يبقى مرتبط بالأبعاد الثلاثة التقليدية للدفاع البرية والبحرية والجوية، بل تعدى إلى الأبعاد الجديدة والمتمثلة في التكنولوجيا ومتمثلة في الفضاء، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي. وشاهدنا كيف بالذخيرة الحية وبإدخال التكنولوجيا وربما العمل الموحد لجميع الأسلحة، كانت عمليات في جدة من الدقة لا تستطيع الكثير والكثير من الدول الكبرى أن ربما تؤدي مثل هكذا. نعم. طيب دكتور أحمد ميزاب، الدكتور صوفي وضعنا في إطار التحديات الأمنية والجيو السياسية المحيطة بالجزائر، كيف يمكن مواجهة كل هذه المظاهر دون جيش قوي ومسلح بأحدث التقنيات والأسلحة والكفاءات أيضا البشرية المؤهلة؟ أعتقد بأن هناك مقولة مبنية على أساس أنه وقت السلم استعد للحرب، هذا من ناحية. من ناحية الثانية، إذا كنت ضعيفا وإذا كنت لا تمتلك المقومات التي يمكن من خلالها مواجهة المخاطر والتحديات وكذلك التهديدات، فأنت ستصبح يعني مستباح ومخترق وبوابة مفتوحة على كل تلك الفواعل وعلى كل تلك كذلك المسارات. لذلك الجزائر سعت إلى بناء استراتيجية متكاملة، سواء كان على المستوى الأمني أو حتى كذلك على المستوى الاستراتيجي من خلال التخطيط المحكم، باعتبار أن نتحدث على استراتيجية أمنية تأخذ بعين الاعتبار أولا المفاهيم الجديدة لمفهوم الأمن والدفاع، وتدرك بشكل كبير جدا طبيعة التحديات والمخاطر والتهديدات وتفاعلاتها وتحولاتها وكذلك تطوراتها وتفاعلاتها، وانطلاقا من ذلك أسست استراتيجيتها الأمنية، سواء كان على مستوى تعزيز مقاربة أمن الحدود والتي تحقق نتائج عملياتية إيجابية بشكل كبير جدا، والحصيلة العملياتية لأفراد الجيش الوطني الشعبي تؤكد ذلك، أو على مستوى كذلك تصفير المخاطر الأمنية خاصة في مجال مكافحة الظاهرة الإرهابية. ورأينا في الوقت الذي استهدفت فيه الكثير من عواصم دول العالم وكبرى عواصم دول العالم، الجزائر كانت تحبط وكذلك تحيد وتسقط العديد من هذه الشبكات. ومن ناحية أخرى كذلك هناك حرب أخرى التي نحن نواجهها اليوم، وهي بحرب المخدرات والمهلوسات. ورأينا مؤخرا محاولة استهداف الاقتصاد الوطني من خلال إغراق الجزائر بالعملة المزورة. بالتالي نحن نتحدث على طبيعة وكذلك شدة هذه التحديات وهذه التهديدات. لو لم نمتلك مؤسسة أمنية قوية تمتلك العنصر البشري الذي يعتمد على التكوين، ورأينا في أكثر من مرة أنه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول كان يؤكد على مسألة تكييف برامج التكوين وفقا لطبيعة التحولات التي نشهدها إقليميا وكذلك دوليا، حتى يكون هنالك اكتساب للخبرات وصقل كذلك للمهارات، وهي التي تترجم من خلال هذه التمارين. من ناحية الثانية كذلك اكتساب القدرة على التحكم في التكنولوجيا، بل أكثر من ذلك ذهبنا إلى استراتيجية الصناعة العسكرية، ورأينا السيد رئيس الجمهورية كيف عبر على افتخاره بما بلغه الجيش الوطني الشعبي على مستوى الصناعة العسكرية حينما افتتح الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي. بالتالي نحن نتحدث على أن الجزائر تسير وفق مقاربة متكاملة، وهي تعي وتدرك جيدا طبيعة هذه التحولات وتفاعلاتها وتجاذباتها، ومن خلال لذلك هي تعمل على بناء تلك الاستراتيجية وتحقق من خلالها نتائج جد إيجابية تترجم من خلال الحصيلة العملية. نعم، واضح. طيب مشاهدينا الكرام، أيضا ضيوفي، نتوقف عند فاصل ونتابع الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر. أهلا
اهلا من جديد. إذن الجزائر كانت وما زالت قلعه للسلم والامان، ولم تكن مصدر تهديد او اعتداء في اي يوم من الايام. اهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج حديث الجزائر، ويلتحق بنا اللحظه البروفيسور زهير بوعمامه محلل قناه الجزائر الدوليه. مرحبا بكم بروفيسور. اهلا. مرحبا استاذ المسيبه، تحيه لك ولمشاهدي القناه الكرام. اهلا. لنواصل دائما نقاشنا. دكتور عبد القادر صوفي، عددتم منذ قليل المظاهر او التهديدات التي تواجه الجزائر او التحديات التي تقابلها، كيف يمكن مواجهة كل هذا من دون ان يكون الجيش قوي ومسلح وباحدث التقنيات والأسلحة والكفاءات البشرية المؤهلة؟ وصفتم منذ قليل هذه التحديات بالحرب الحديثة او الحروب الهجينة. جيد، أنا أقدر أنه الجيش بالنسبة للدولة هو نظام المناعة. ويقول كارل ماركس أو يصف كارل ماركس الدولة بأنها ذلك الكيان العضوي الذي ربما يعيش على حساب الحلقة الأضعف، فلذلك لا يجب أن تكون الجزائر هي الحلقة الأضعف. هذا من ناحية. تقول مدرسة كوبنهاغن في المقابل أنه طبيعة التهديدات أو الأبعاد الأمنية لم تبقى مرتبطة فقط بالتهديدات الصلبة، بل تجاوزتها إلى التهديدات والتي صنفتها في خمس مستويات: التهديدات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية إلى غيرها. فلذلك من أجل الإبقاء على الاستمرار والديمومة والقوة بالنسبة للدولة، يجب أن يكون هناك جيش قوي في غاية من الجاهزية والانضباط، ثم متمكن إلى حد بعيد من العمل بالوسائل المتاحة. يضاف إلى ذلك أنه هذا يدخل في إطار البرنامج العام لاستراتيجية الدولة التي تبحث على تطوير قدراتها أيضا الاقتصادية. لذلك الجيش الوطني الشعبي لم يعد فقط جيش نظامي يتسلح، بل أصبح هو أيضا يساهم في الاقتصاد الوطني من حيث الصناعة العسكرية والصناعة التي تدخل أيضا في الصناعات المدنية، فهو يساهم بقدر ما تساهم به القطاعات الأخرى في البناء وفي بناء ربما البنية التحتية وفي التنمية المستدامة. على هذا الأساس اليوم نحن لا نتحدث عن الجيش الجزائري ونقول أنه ظاهرة ربما منفردة، بل هذا ما يسمى بالستاندار مونديو. الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عسكرية، الجيش العسكري يساهم في الاقتصاد الوطني وبنسبة أكثر من 70% وأكثر مما تتصورين سيدتي. فوجود أكثر من 700 قاعدة عسكرية في خارج الولايات المتحدة الأمريكية توفر المجالات الحيوية بالنسبة للدولة وتمثل العمليات الاستباقية. في نفس الوقت اليوم أن المهام المنوطة بالجيش الوطني الشعبي كحامي الديار وكحامي اللحمة تتعدى اليوم هذه المهام إلى أن يكون أيضاً مساهم في بناء الاقتصاد الوطني، سواء كان بالنسبة للاقتصاد والتشبع الوطني أو حتى في التصدير. على هذا الأساس اليوم أصبحنا لا نتحدث عن جيش بالمفاهيم التقليدية، بل بعنصر حيوي فعال على قدر ما هي المؤسسات الأخرى. وهذه ربما مهام جديدة وإضافية تضاف إلى على كاهل وإلى الجيش الوطني الشعبي، وعلى الأقل من هذا الباب يجب أن نحييه وندعمه، ونحن نعرف أن هذه التحية تذهب في الجانب المعنوي، وكم هو بحاجة إليها هذا الجندي حيثما كان وحيثما كانت رتبته، من أجل وضع اللحمة. أنهي هنا كما يقول كارل فون كلوزفيتش: لا يمكن أن تكون القوة قوة الجيش دون أن تكون قوة لحمة اجتماعية كاملة. نعم. وهنا أذهب لي الأستاذ بوعمامة. التطورات أو التحديات الراهنة تستلزم تحديثات، تستلزم أيضا العديد من التطويرات والجاهزية التامة.
لا شك في ذلك، التحديات المستجدات، ولكن دعيني أقول أن هذا كان في مذهبنا الأمني في الدوكترين ميليتاري سيكوريتار تاع البلاد، أنه يجب أن نكون دائما في أفضل حالات الجهوزية، على أساس أننا ليس ربما هناك الجديد في هذه السنوات الأخيرة، ويمكن ذكره الزملاء قبل قليل وقد أعدد بعضه الآن، ولكن على مر التاريخ نحن في منطقة، نعم كما قال السيد الرئيس، أبدا نحن قلعة للسلام وللأمن، وأبدا لم نعتدي، هذا مش كلام سياسي، حتى التاريخ الموثق يقول أنه في المنطقة ما كانتش عندنا مشاكل إلا مع الجار الغربي هذا، وفي التاريخ تحصي دراسات تاريخية محترمة جدا أن هؤلاء اعتدوا علينا 27 مرة أو حاولوا الاعتداء علينا، في المقابل هجماتنا نحن ضدهم فيما يمكن أن نقول أنه المناطق التي كانت تاريخيا حدود أو شبه حدود في أزمنة غابرة لم تتجاوز 4 أو 5 مرات، بما فيها مرة وصلنا حتى إلى فاس، وبالمناسبة كانوا مملكة فاس ومراكش، ولم الاسم هذا تاع المغرب هو المغرب الأقصى، وما أصبحش إلا منذ 1912. إذن تاريخيا نحن دولة لم تكن لتعتدي على الآخرين، كانت قوة بحرية تصد هجمات الآخرين وتؤمن حتى بحر أبيض متوسط بشكل كبير، ولكن في الواحد هنا أجيبك، في الفترات التي ضعفنا فيها أو صارت فيها مشاكل خاصة في الداخل أو لم ننتبه فيها، تعرضنا إلى هذه الاعتداءات. على سبيل المثال، وإن كان احنا مكتفين والكلام هذا يجب أن يؤخذ في سياقه، وجدة المغربية كما نعترف بها الآن تحولت إلى الجهة الأخرى فقط منذ 1813. لماذا؟ هذا اللي أريد أن أقوله، لأنه آنذاك حدث أن حاكم وهران دخل في مشاكل مع حاكم الجزائر، مشاكل داخلية، واستغل حكام الجهة الأخرى الظرف وقاموا بالسيطرة على هذه المدينة. احنا كنا في منطقة فراغ هكذا، ولذلك كما أقول هذه هي الفترات، يجب أن ننتبه إلى أن فقط المنع، فقط مقومات ومستلزمات القوة، كما في التاريخ كما في الماضي البعيد والقريب، هي التي ستمكننا من أن نحمي كما قال السيد الرئيس سيادتنا، مصالحنا الحيوية، وأمننا واستقرارنا. نحن دولة الآن ترانا الدول الأخرى البعيدة عن هذه المناكفات في المنطقة دولة استقرار ودولة مصدرة للاستقرار في المنطقة، أما وأنه فيه تطورات الآن مؤخرا، فيه كلام الآن يشكك في سيادتنا، يضرب منطق الحدود المتعارف عليها دوليا، كلام حول وكأنه ما عندناش الحق في أن نستغل ثرواتنا الموجودة على أراضينا، فيه أيضا هذا اللجوء إلى استجلاب عامل ضرب استقرار، قوة تاع احتلال هي 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 بحد ذاتها عنصر أو عامل اضطراب ولا استقرار، بعيدا عن منطقتنا ثم تستدعى إلى منطقتنا لأجل لأهداف واضحة تماما. لذلك طبعا مع هذا الاضطراب الموجود في المنطقة، نحن نعيش في قوس أزمات يمتد من السودان الآن حتى السنغال ربما، لذلك أعتقد أنه من المشروع جدا أن الدولة بكل مؤسساتها تحرص على تحديث وعصرنة وتقوية قدراتنا الدفاعية، التي مرة ثانية الرسالة التي قيلت البارحة بشكل واضح لن تكون، ونحن في وضع القوة أقول ونحن في وضع القوة، لن تكون موجهة للاعتداء على أحد، ولكن 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 لا أحد الآن بإمكانه أن يعتدي علينا أو أن يتوهم أن بمقدوره أن يفعل ذلك، لأنه في حكمة صينية تقول
احيانا حتى اقتبس الحكمه ولا اغير عنوانها، احيانا اظهر القوه حتى لا تستعملها. نعم. طيب دكتور احمد مزاب، من اولوياتنا حمايه سيادتنا الوطنيه امام محاوله زرع اضطرابات امنيه بجوارنا وفقا لاجندات خارجيه، الى اي حد يمكن مواجهه هذه التحديات؟ خلينا نقول اولا نعتقد باننا نحن اليوم مثل ما ذكرنا منذ قليل نواجه تحديات ومخاطر وكذلك تهديدات على مستويات مختلفة. أولا شريطنا الحدودي الذي يتجاوز 1343 كيلومتر، يعني كله هو عبارة عن طوق من النار من تهديدات مختلفة، سواء كان إذا ما تحدثنا على الفكر التوسعي، سواء كان تحدثنا كذلك على أننا لازلنا نتحدث على تصفية الاستعمار ونحن في القرن 21، أو نتحدث كذلك على محاربة هذه الظاهرة العالمية العابرة للأوطان وهي الظاهرة الإرهابية، أو كذلك الجريمة المنظمة والعابرة كذلك للأوطان، أو كذلك في إطار معالجة الأزمات التي تشهدها العديد من الدول في إطار الانتقال الديمقراطي أو غير ذلك من المسميات، أو حتى من خلال الاختراق الأجنبي بمسميات مختلفة، التدخل العسكري أو إلى غير ذلك من المسميات. لكن بالأساس أننا نعتمد على فكرة جوهرية وأساسية، أن حماية أمننا واستقرارنا والحفاظ على وحدتنا الترابية وسيادتنا لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تحقيق هذه الثلاثية. أولاً أن تمتلك القوة وتمتلك كذلك أدوات الردع حتى تكون جاهزا للتصدي ولمواجهة أي تهديد كان قد يمس بمبدأ السيادة الوطنية. المستوى الثاني كذلك أن تكون على جبهة داخلية قوية متماسكة ملتفة حول مؤسساتها، وأعتقد نحن نتحدث في هذا الصدد وذكرها السيد رئيس الجمهورية بطريقة غير مباشرة، وهي عقيدة جيش أمة، الالتفاف الشعب الجزائري حول مؤسسته الأمنية. والمستوى الثالث كذلك أن تكون سيد قرارات نفسك من خلال اقتصاد وطني قوي يمكنك من سيادة القرار السياسي المتحرر من أي ضغوط ومن أي كذلك توجيهات. بالتالي هذه الثلاثية هي التي تجعلك تعزز مقاربة السيادة الوطنية، وتجعلك كذلك فاعلا وكذلك مؤثرا على المستوى الإقليمي أو كذلك على المستوى الدولي. وأعتقد اليوم الجزائر أبانت على رهاناتها، سواء كان بأن تكون رقما في معادلة التحول على مستوى النظام الدولي، وسبق وأن ذكرها السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، فريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أو كذلك السيد رئيس الجمهورية القائد لعن القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في أكثر من مناسبة، أو حتى كذلك اليوم الجزائر تسعى إلى التسريع في وتيرة الانضمام إلى مجموعة البريكس و كذلك الانضمام إلى معاهدة شنغهاي. كل هذا يعطينا ذلك الصورة. أكثر من هذا خلينا نقول الرسائل أعتقد لها امتداداتها، هي ليست رسائل ظرفية وليست رسائل مربوطة بإطار معين أو بحيز معين، لا، ربما علينا أن نعود بالذاكرة قليلا نوعا ما بمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، الاستعراض العسكري الذي شهدته الجزائر والذي انقطع مدة أكثر من 3 عقود، كان رسالة واضحة للمستوى الذي بلغه الجيش الوطني الشعبي للمقومات، وكان حتى في تقديم هذا الاستعراض كل ما كان فيه تقديم مربع كان فيه ربط ما تمتلكه الجزائر من إمكانات عسكرية بالمواثيق والمعاهدات الدولية، وهذا يؤكد الثوابت التي تقوم عليها الجزائر بأنها دولة سلم واستقرار. نعم. طيب دكتور صوفيا، لا ترون أن الجزائر من خلال تطوير جيشها وقدراتها على ضبط الأمن على حدودها تساهم ليس فقط في تأمين المنطقة بل تساهم كذلك في بسط الأمن على الصعيد الإقليمي؟ أظن أنه للجزائر مجموعة من الأطر الجيوستراتيجية أو حلقات البعد الجيوستراتيجي التي تحاول الجزائر أن تحافظ عليه، لكن أيضا تبعث بالرسائل سواء كانت الرسائل
المحلية الإقليمية والدولية. فيما يخص الرسائل المحلية فهي تؤكد أن الجيش له القدرة أن يحمي وطنه، وهو اليوم جاهز بكل وسائله وبكل موارده البشرية أن يحمي الأمة. الرسالة الثانية فهي موجهة لدول الإقليم وليس لدولة محددة، وإلى دول الإقليم تؤكد أن للجزائر القدرة أنها تدحر أي نوع من التهديد وأي نوع أو أي محاولة من محاولات العمل على بالمخاطر ضد الجزائر. الرسالة الثالثة وهي رسالة كونية أن الجزائر هي دولة سلمية لها القدرة أنها تحمي المنطقة، وبالرغم من قدرتها العسكرية فهي دائما دولة مسالمة وتبحث عن الحلول السلمية، وهذا ربما فرس الحرب الجزائري على مستوى هيئة الأمم المتحدة، وهي التي اليوم تحول دورها من الدور الإقليمي إلى الدور العالمي بعد أن أصبحت عضوة في مجلس الأمن، ويمكنها أن تبث في قضايا المجتمع الدولي والأسرة الدولية وليس فقط في وصلت الفكرة. نعم طيب أستاذ بغمامة، في أقل من دقيقة لأنه وقت البرنامج قد نفذ، كيف تساهم الجزائر في استقرار المنطقة، خاصة أنه قوتها واستقرارها وقدراتها اليوم تجعل منها شريكا أمنيا موثوقا بالنسبة لمختلف الأطراف؟ أولا، ما فعلناه في مكافحة الإرهاب خلال سنوات بالتنسيق مع قوى دولية معروفة في هذا الجانب في هذه المنطقة، وهؤلاء وعلى رأسهم واشنطن حتى يقولون بأنه لولا الجهد الجزائري في أوقات معينة لاحترقت المنطقة بشكل كبير جدا، وعلى الرغم من أننا لا نتكلم أو كنا على الأقل في فترة معينة لا نتحدث كثيرا عما نقوم به. ثانيا، نحن محاطين، نحن 7000، لدينا 7000 كيلومتر حدود، معظمها الآن قوس أزمات ونيران مشتعلة، معظمها أقول طبعا زائد الجهة الغربية اللي هي موضوع خاص تقليدي، تهديد تقليدي يخضع إلى منطق معين. هذا يعني أنك محاط بمنطقة منكشفة أمنيا، أنت محاط بدول معظمها ليست لديه القدرات لا الأمنية ولا العسكرية ولا على أن تضمن حدودها من الجانب الآخر. نحن نقوم ليس فقط بتأمين حدودنا، إنما حتى بتأمين التخوم الحدود والتخوم، ونؤمن ليس فقط حدود سيادتنا إنما حدود أمننا. هناك فرق بين حدود السيادة وحدود الأمن أيضا. ثم الجزائر تطرح، وهي تطرح ومصرة على أن تطرح ما يمكن أن نسميه نظام جهوي للتعاون الأمني بين دول المنطقة: الجزائر، تونس، ليبيا، مالي، النيجر، موريتانيا والصحراء الغربية. لماذا أيضا؟ لأنه هذا كما تقول الجزائر هو ربما ما سيمكن المنطقة من أن تضمن أو تطيل الاستقرار بدل التدخلات الخارجية أو تركها لبعض الدول. شكراً. موش بعض دولة واحدة تحاول أن تتلاعب بالمنطقة لصالح الرسالة. شكرا جزيلا لكم البروفيسور زهير بغمامة محلل قناة الجزائر الدولية. أشكرك أيضا الدكتور أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، وأشكر أيضا الدكتور عبد القادر صوفي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. ونختم عدد اليوم من برنامج حديث الجزائر في أمان الله.